ثم باش نحكي على عمليات قرصنة، على عمليات تحيل تتعرض لها الدولة التونسية في هذه الفترة. لكن الشيء الإيجابي اللي باش نحكيه فيه هي فتنة أجهزة الرقابة في تونس، وأكثر من عملية ناجحة تستحق الذكر والشكر. سمعت بالديفيز اللي موجودة في المطار، لكن أيضا هنالك أخبار أخرى، محاولة سرقة مثلا ناقلة نفط من قبيلة جزيرة قوريا التونسية المتوجهة تقريبا 10 كيلومتر على مدينة المنستير التونسية. ناقلة نفط نيجيرية كانت متواجدة في تلك المنطقة، خلينا نقول عصابة دولية حاولت نترها إلى بلد آخر لاستغلالها. بعض المعطيات باش نحكيه فيهم في غاية من الأهمية. اليوم ضيفنا سي هيثم زناد، عميد الديوان التونسي والنطق الرسمي باسمها، باش نحكيه على الفاق متاع نقلة النفط اللي حاولت بعض الأطراف سرقتها من جزيرة قوريا التونسية. اسمعوا التفاصيل. هذه صور خاصة ببلا قناع لنقلة النفط النيجيرية الغارقة في جزيرة قوريا التونسية منذ تقريبا 3 أو 4 سنوات. وسائل الإعلام كل حكيت عليها، لكن عودت من جديد تحيرت الحكاية بوجود طرفين حاولوا خلينا نقولوا يتحايلوا على الدولة التونسية من خلال شراء هذه الناقلة، لكن فرد وقت حاولوا سرقتها دون دفع المعاليم الديوانية، وحاولوا معتها باش يجيبوا لها جرار ونقلها إلى بلد آخر، لكن الديوانة التونسية تفطنت. هذه بعض المعطيات العامة اللي سمعنا بها سيد العميد. كنت توضح لنا المسألة كيف صارت بالضبط. هو منذ سنة 2014 جنحت هذه الباخرة في سواحل جهة المنستير وتقريبا بمحاذاة لجزيرة قوريا، وغادر الطاقم تاع الباخرة هذه الباخرة، وأصبحت منذ ذلك الحين في عداد الحطام البحري. والحطام البحري هذا عنده تشريعات تنظم عملية التصرف فيه، وهو يخضع لملكية الدولة التونسية وأساسا أملاك الدولة والديوان البحرية التجارية والموانئ. فمؤخرا مصالح الديوانة تحصلت على معلومات كونه فما جرار بحري قادم عن طريق ناقل بحري، والمهمة متاعه هو نقل هذه السفينة إلى خارج المياه الإقليمية التونسية. فمصالح الديوانة قامت بعمل استعلامي وتحصلت على مزيد من المعلومات كونه فما شركة تولت اقتناء هذا الحطام البحري عن طريق بتة عمومية، والشركة هذه في مرحلة ثانية قامت باقتناء راية لباخرة، احنا نسميه باللغة الفرنسية بافيون، ان بافيون دو كومبليزانس، لإضفاء صفة السفينة على هذا الحطام البحري وإمكانية الإبحار به في البحر، معناها وتوجيهه خارج المياه الإقليمية التونسية. هنا تحركت مصالح الديوانة التونسية واتصلت بجميع السلطات الجهوية للتحقق من هذا الملف ولمعرفة هل العملية هذه تحصلت على جميع التراخيص أو لا. فتم عقد مجلس جهوي في ولاية المنستير بحضور جميع الأطراف المتدخلة، وتبين بالكاشف لكون العملية هذه ما فيها حتى تراخيص وصارت بدون علم السلطة التونسية. فالديوانة التونسية قامت بالجانب الجزائي في هذا الموضوع، وهو رفع المخالفات لأنه تبين لكون فما معاملات مع الخارج بالعملة الأجنبية على غير الصيغة القانونية. كذلك تبين لكون فما محاولة تهريب هذا الحطام البحري إلى خارج الحدود التونسية خارج المياه الإقليمية وتوجيهه إلى بلد آخر للتصرف فيه مع شركة أخرى، وذلك ببيع الحديد والمعادن الموجودة في هذه الباخرة. العملية حسب التشريعات التونسية تخضع لتراتيب وإجراءات ودفع للمعاليم والأداءات الديوانية. كي نجيو نشوفوا المعاليم والأداءات الديوانية المتفصة منها، إذا كان الباخرة هذه نجمت تخرج تتهرب خارج الحدود التونسية تقريبا في حدود 2.3 مليون دينار.
إضافة إلى إجراءات أخرى، مراقبة فنية من قبل وكالات فنية داخل تونس. العملية ماهيش معقدة، ولكن العملية تخضع إلى إجراءات قانونية. الأطراف اللي يحبوا يتصرفوا في هذه في هذا الحطام البحري تعمدوا تجاوز الإجراءات القانونية ومحاولة القيام بتهريب هذه هذا الحطام البحري خارج الحدود التونسية. حتى نوضح الأمر للسادة المشاهدين، بالنسبة لهذا الحطام البحري انتم بالتسمية التقنية نتاعكم، لكن في حقيقة الأمر هي ناقلة نفط معتها نيجيرية، كانت مرة من مقربة من جزيرة قوري، ونعرف التعقيدات معتها الجغرافية في البحر، قعدت واحلة في الرمال يعني ما نجمتش تتنقل في البلاصة هذيك، وخير الطاقم نتاعها التخلي عليها في ذلك المكان، لأنه جذبها يتكلف برشا فلوس، وأيضا دفع خطايا كبيرة برشا للبلاد التونسية، وأيضا القيمة المالية نتاع الناقلة بعد التخلي عليها كبيرة برشا. تعرف أنت ناقلة نفط معتها فيها خزانات كبرى والمعادن ثمينة جدا، وهنا كانت مطمع لبعض العصابات، نعرفوا سرقة النفط في الشرق الأوسط، وبعض الأطراف تحاول تقتني أو تاخو مثل تلك الناقلات لاستغلالها بطريقة قانونية أو غير قانونية. الأهم أن الديوانة التونسية كانت في الموعد لأخذ حق البلاد التونسية، وهو ملف غير عادي، يتسمى ملف كبير جدا، والبلدان تتحدث عليه، لأنه وقت يجي واحد باش يسرق لك حاجة في بلادك ويهزها من قدام عينيك، يظهر لي إما تكون فضيحة الدولة أو في صورة معناتها التفتن اليوم. الحمد لله بلادنا بخير. نعم، هو الديوانة التونسية عندها وحدة بحرية متمركزة على كامل الشريط الساحلي الكل من الجنوب إلى الشمال، عندها خافرات بحرية، عندها تجهيزات، عندها وسائل كذلك استخبار، الاستشعار على حركة السفن. نتعاون مع البحرية الوطنية، نتعاون مع الحرس البحري، فما شبكة معلومات مشتركة بين الأطراف الكل. الباخرة هذه ولو هي جانحة في سواحل البلاد التونسية وعلى مقربة من إحدى الجزر، إلا أنه تحت المراقبة، عمليات المراقبة متواصلة، معناها في تحديد المواقع موجودة هي في المواقع التي تتم مراقبتها بصفة مستمرة. وقت اللي أطراف فكرت باش تستعمل هذه الباخرة للتحيل والقيام بعملية تهريب، فالديوانة التونسية كانت بادرت بالتدخل وإخضاع جميع الملف هذا إلى المراقبة، وتبين كونه كما كنت تقول في عديد الشبهات، في عديد نقاط الاستفهام، فتم معناها دعوة السلطات الجهوية على مستوى ولاية المنستير إلى عقد اجتماع لتبادل المعلومات حول هذا الملف، وفعلا تبين كونه في عديد الخروقات، فمصالح الديوانة رفعت المخالفات الضرورية، والآن الملف لدى مصالح النزاعات لتتبع الأطراف المتورطة في هذا الملف. سيد العميد، فما نقطة مهمة جدا خلينا نوضحها للرأي العام لمن لا يعرف البحار. في البحر هنالك وحدات مختلفة تشتغل بالتنسيق مع بعضها لحماية البحار التونسية من كل معناتها عمليات القرصنة أو الصيد الغير مشروع، أو أيضا في الملاحة البحرية. وتعرف أكبر روت انترناسيونال معناتها موجود في شمال إفريقيا والبحر المتوسط يمر عبر تونس. وضح لنا المسألة. نعم فعلا، هو معناها سواحل شمال البحر الأبيض المتوسط معناها هي مهمة برشا لحركة الملاحة البحرية. هذاك علاش المصالح المراقبة في المياه الإقليمية التونسية فيها معناها عمل كبير جدا، كما قلنا تحت إشراف البحرية الوطنية وكذلك الحرس البحري والديوانة البحرية، كل واحدة عندها قطاع بحرية تختلف الأحجام بطبيعة، مش كما حجم البحرية الوطنية كما حجم الديوانة، ولكن فما قاعدة بيانات مشتركة، فما تبادل مشترك، فما قاعة عمليات مشتركة تشتغل ليلا نهار لتبادل معلومات بين مختلف الوحدات العائمة اللي هي قاعدة تتجول داخل المياه البحرية، فما كذلك وسائل
وسائل استخبار اللي احنا نستعملوهم للحصول على المعلومات على حركة الملاحة البحرية، سواء للسفن التجارية أو لناقلات النفط أو كذلك للصيد البحري. فهذا الكل يمكن مصالحنا من حماية الحدود التونسية، كما احنا نحميه الحدود البرية والحدود الجوية، كذلك نحميه الحدود البحرية، نحميه بلادنا باش ما يتمش الاستيلاء على إمكانيات الدولة التونسية وممتلكات الدولة التونسية، وكذلك باش ما يدخل الناس من خارج الحدود حاجات معناها اللي هي مسترابة ولا فيها أي شبهة. وبالنسبة لرقابة التجارة البحرية مارشانديز ماريتيم كيفاش يصير مع الديوان؟ بالنسبة لمراقبة الملاحة البحرية التجارية، هنا فما مجلة الديوانة فيها فصول تعنى بهذا الموضوع، وتتم مراقبتها عن طريق وثائق. الناقلين البحريين مجبرين على إيداع وثائق التصريح بحمولة الباخرة، احنا نسميه مانيفيست دو كارغيزون، عند خروج الباخرة من ميناء الانطلاق في اتجاه أحد الموانئ التونسية، وبمجرد دخول باخرة المياه الإقليمية التونسية تصبح تحت مراقبة الدولة التونسية عن طريق وحداتها البحرية، كما قلنا سواء البحرية الوطنية أو الحرس البحري أو الديوانة البحرية، حتى توصل للموانئ التونسية، وما تنجمش تمشي لمكان آخر، لأنه التشريع الديواني يفرض على البواخر التجارية باش تتوجه مباشرة إلى الموانئ التجارية أين يمكنها الرسو، وإذا كان خرجت على المسار البحري تعتبر مرتكبة لمخالفة ديوانية ويتم متابعتها. كما قلنا عندنا وسائل استعلاماتية متطورة إلكترونية تمكننا من متابعة مسارات البواخر الكل في الحوض البحر الأبيض المتوسط وعلى مقربة من الحدود التونسية، وهذا مكننا من التدخل. الديوانة التونسية عندها خافرات تدخل سريع نسميه الخافرات السريعة، نجم تدخل في غضون ساعات توصل إلى بعد تقريبا 15 أو 20 ميل، هذا يمكنها من سرعة التدخل وسرعة رفع المخالفات وإيقاف كل التجاوزات اللي تصير في حدودنا البحرية.